يحتريه؟ إيه جالس إيه. وقمت بعد ما كملت أذكاري بعد صلاة العصر، قمت يوم قمت لي والله يوم قام وجاني سلم علي قال أنت شداد مطيري بناء؟ قلت الله الله. قال حقيقة أنا الشر لي، أنا ما انتبهت لك، لكن الشر لي واحد من المعنى في المسجد قال شفاء. قال إيه قال شفاء الشر عليك. قال يوم شفته ولا والله أنه أمان المعي. قال معك إبراهيم الهيب ونصب عليه بالخير، شيخ إبراهيم الهيب في حي النهضة. فحقيقة يتشكر منكم ويسلم عليكم سلمتوه. ففيها أبيات ودي عاد أطربها أسمع الجمهور أطربها. إذا قال أبياتها يا أحمد جيب الكاميرا عندي بعد أرجح لها، بعد جيبها عندي أرجح لها عشان ما يجي أحد يسمع. يا أحمد زباط وبصدق. الله يدري. اسلم يا ملاك الغيرة. سلام الله سلامي على المقدم والحضور، سلام الله سلام على وسر يا سري، سلام على المقدم والحضور، سلام الله سلام على وسر يا سري، سلام الله سلام الله على وسر يا سري، سلام الله سلامي على الغالي الجمهور، قناة الواقع اللي علت وزر يا ساري، قناة الواقع اللي علت وزر يا ساري، نبى اليوم أهلقنا مميز بعد الفطر، بعد نعمة انتبي شكر وسر يا ساري، بعد نعمة انتبي شكر وسر يا ساري، ألا يا المسلم اللي حريص على الأجور، تصدق دام فيها ساعة وسر يا ساري، تصدق دام فيها ساعة وسر يا ساري، ترى العمر فاني والليالي دايم تدور، هذه حكمة الله فالبشر وسر يا ساري، هذه حكمة الله فالبشر وسر يا ساري، نبى نختم بدعوة وننهي بها السطر، عسى الله يقبل أعمالكم وسر يا ساري، عسى الله يقبل أعمالكم وسر يا ساري، سلام الله سلامي على المقدم والحضور، سلام الله سلام على وسر يا ساري، سلام الله سلام على وسر يا ساري، سلام الله سلام الله سلامي على الغالي الجمهور، قناة الواقع اللي علت وسر يا ساري، قناة الواقع اللي علت وسر يا ساري، نبى اليوم أهلقنا مميز بعد الفطر، بعد نعمة انتبي شكر وسر يا ساري، بعد نعمة انتبي شكر وسر يا ساري، ألا يا المسلم اللي حريص على الأجور، تصدق دام فيها ساعة وسر يا ساري، تصدق دام فيها ساعة وسر يا ساري، يا سلام يا سلام يا سلام الله وجهك الله يسعدك رجل، حركتنا قمنا يا رجل. يا ابو سليمان انا اخاف عليك والله، ابو سليمان لا تماشي يا ابو سليمان، انا بعلمك يا ابو سليمان.